ولا ماش عنده المدعوم ماشي بكره. في كوجه تبيع بربع، في بشره صغيره كانت تدوز بربع تبيع فيها 50 قرش، واحد يبيعك ما يبي هو. لما كانت فيه رقابه وكان فيه كذا، سعر القنطار لا يتعدى من 8 الى 10 دينار. في اللي ياخذ في اكثر من حاجته. واحد يسبح لي ربي بيسبح الناس كيف، لان كل واحد زينا زي بعضنا، نبي نعاونوا بعض في الازمه هذه. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج بانوراما اليوم. رغم ان الدوله لا تزال داعمه للدقيق وما يفترض من استلام للمخابز لحصتها، الا ان نقص المعروض من الدقيق وارتفاع سعر الرغيف اصبح ازمه عامه في شرق البلاد وغربها، فرضت نفسها على قدره المواطن في توفير هذه الماده الاساسيه بالسعر الذي يناسب دخله. عديد المخابز تستخدم حصتها من الدقيق في صناعة الحلويات، وبعضها الآخر في إنتاج خبز لاستخدامه كعلف حيواني، وأخرى وهمية تقوم ببيع حصتها من الدقيق في السوق السوداء. في مختلف أنحاء ليبيا يتوزع أكثر من 4000 مخبز و57 مطحنة دقيق توزع الطحين على الأفران بأسعار مدعومة، وتشهد مختلف المناطق الليبية مؤخراً ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار منتجات المخابز. وجهة نظر المواطن الليبي تشرح أسباب الأزمة وتوجه سهام النقد إلى المسؤولين في الدولة. على حسب علمنا يعني ومتأكدين من الكلام، هو أن القنطار يساوي 75 دينار. 75 دينار في الباقيت العادية، خبزة الباقيت العادية اللي تنباع بربع دينار القطعة، القنطار مكسبة بعد مصاريفه كلها مكسبة 25 دينار، وهذا منافي، لأن سعر القنطار مكسب القنطار في السابق لما كانت فيه رقابة وكانت فيه كذا، سعر القنطار لا يتعدى من 8 إلى 10 دينار. كل كوشة تبيع بشكل، في كوشة تبيع بربع، في بشرة صغيرة كانت تدوز بربع تبيع فيها 50 قرش، كل واحد يبيعك ما يبي هو. توصيل الدقيق للمخابز مع الشهي قبل، استيراد الدقيق والمصانع مع الشهي قبل. ويرجع مراقبون اقتصاديون أسباب تفاقم الأزمة إلى عدم تسديد الحكومة لمستحقات شركات المطاحن، حيث بلغت الديون المتراكمة لشركات المطاحن العامة والخاصة نحو 2 مليار دينار ليبي. أما أصحاب المخابز فهم يشتكون من نقص كميات الدقيق المتحصل عليها من صندوق موازنة الأسعار، علاوة على ارتفاع تكاليف الإنتاج، منتقدين سلوكيات بعض المستهلكين. الدقيق مش متوفر من الدولة ونشتري فيه من برا الدقيق، وطبعا المصانع برا طبعا مصانع خاصة تصعب السوم الغالي، يعني القنطار اللي ناخذ فيه ب 22 19 ناخذ فيه ب 40 42 جنيه. ثاني حاجه العماله وين تلقاها؟ العماله ما فيش عماله بقت، حتى العامل تلقاها سعره وين؟ يعني الدبل، فهمت؟ ثاني حاجه المواطن، مشكله في المواطن، يعني المواطن معاناه المواطن هو اللي سبب همنا احنا كلنا. وكشفت دراسة حكومية عن أن استهلاك الفرد في ليبيا من الدقيق يبلغ 144 كيلوغراما سنويا، حيث تستهلك ليبيا سنويا 2.25 مليون طن كطحين للمخابز. ويشكل دعم المخابز نسبة 51% من الدعم السلعي الذي تقدمه الحكومة. فمن هي الجهة التي تتحمل مسؤولية الأزمة؟ وما هي الحلول الآجلة والعاجلة؟ وهل الأزمة أزمة خبز أم أزمة ضمير؟ السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد. ولمناقشة هذا الموضوع معنا في الاستوديو الدكتور نوري بروين، خبير اقتصادي وكذلك
بريون الدكتور نوري بريون، وكذلك الأستاذ جمال تركي وهو صاحب مخبز، وسوف يكون معنا عبر الهاتف كذلك العقيد عبد العزيز الغرياني مدير إدارة الحرس البلدي طرابلس الكبرى، وكذلك حمدي حرويس وكذلك مدير منتدى بنغازي الاقتصادي، والسيد أحمد الخمسي وصحفي مختص في الشؤون الاقتصادية. فأهلا وسهلا بضيوفي الكرام. بداية سيد جمال تركي، أنت وكنت كصاحب مخبز، يقولون أصحاب المخابز هم أصحاب المشكلة، كيف ترد؟ نعم، أول حاجة آسف، نشكر الإذاعة اللي تحت الفرصة لتوضيح اللغط الموجود حتى في المقدمة اللي قدمتها حضرتكم، فيها أغلاط كبيرة حنذكرها هني بالنقاط، وفي نفس الوقت أنا حضوري هنا طبعا حل المشكلة، مش أن يكون طرف في المشكلة. أنا نبين للمواطن البسيط اللي قاعد يعاني وما زال يعاني من عدم قدرته أن يوصل لبيته حتى الرغيف لعائلته. فأنتوا في المقدمة قلتوا رغم وجود الدعم للمخابز، احنا لينا شهرين ما اخديناش ولا كيس دقيق. في بعض المخابز تمكنوا شهر 9 من استلام الحصة واشتغلوها، وهذا ما يشكلش حتى 10% من، نحكي على طرابلس ما نحكيش على المناطق الأخرى، ممكن يكون وصل لهم في شهر 9. بالنسبة لطرابلس قاعد لتو عندنا الفواتير موجودات وقاعدين في أخذ ورد، إنه ممكن يصرفوا وممكن ما يصرفوش، وبالنسبة للصندوق ما عنداش ولا كيس دقيق. قلت سيد جمال أنت تقول إن الدعم غير موجود من قبل الحكومة. مش موجود. مقدم دعم. لا مش موجود، الدعم غير موجود. إحنا حتى في الأيام الماضية اعتصمنا قدام رئيس الوزراء وطلبنا منهم إنه يطلع مسؤول من المؤتمر، والله من المؤتمر كونه دوره تشريعي وهو اللي يملك القرار، يطلع إنه يبين للمواطن موجود الدعم من عدمه، لأن في حتى قنوات محترمة في أدعت إنه مازال الدعم موجود، وهذا كلام غير صحيح. وفي نفس الوقت حتى في التقرير انتوا قلتوا ان واحد اللي شكل الدعم السرعي 51% من الدعم ككل، الدعم ككل بالنسبه للسنوات الفارطه اللي فاتت زي من 2011 وتعالى جاي عندك 2012 حوالي 13 مليار، منهم 2 مليار تقريبا اللي هو السلع التموينيه والدقيق، والباقي محروقات وأدوية ومتبع حتى نفنطهم لك نعرفهم، حتى تقدر تخش حتى بالنت على وزارة المالية وتبين لك اللي هو أكثر دعم في المحروقات حوالي 7 مليار وكسر. السنة هذه لا يتجاوز الدعم اللي هو غير موجود وغير مطروح حتى في الميزانية الدعم، لأن الدعم نحن سيد جمال العلم اتصلنا بالعديد من الجهات الرسمية. أي نعم، لكن للأسف ما فيش أي مسؤول. والله هو قبل أن يجي هذا هو لأن إحنا تو مشكلة إحنا تو ما بوش نقول لكم، ربنا إن شاء الله ربكم في عونهم. حتى بالنسبة للمسؤول كيف ما يملكش إنه ينفذ، والله ما عندهاش، هي الكل كل كل في الـ في الـ في السيولة، السيولة غير متوفرة، ما نعرفش من مصرف ليبيا من المؤتمر من الدول المحاسبة. بس جمال أنت واجهت اتهامات أن الحكومة لا تقدم دعم وبالتالي خلقت هذه الأزمة. لا هم الحكومة معليش، هم الحكومة ما يملكوش أن يقدموا ولا ما يقدموش. الحكومة بناء على دورها تنفيذي، اللي يملك الدعم ولا يملكش المؤتمر إذا كان بيمدد الدعم من حقه يمدد. لقينا أن الدولة يفترض أنها تتغير من دعم
سلعي لدعم نقدي، فهو طبعا لكن في 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 اجراءات تندار. واني بالنسبه لي انا باش ما تقولوش خبازي بدقيق ويدني في النار الخبز، فاني معاه شيء للدعم، لكن مش وقتها تو بالنسبه لل. وهو في حتى نظريه الارقام سيد جمال، الارقام والمعطيات والتقارير كلها كانت من الحكومه وكذلك من ديوان المحاسبه. لا مو الحكومه، نقول لك الحكومه مربوطين زي ما انت تعطيني تو. انا تو مش ندافع عن الحكومه لعلمكم الشخصي، لكن الحكومه انت تعطيني لوائح وتعطيني نص دستوري تقول لي والله انت عندك الدعم موجود ل 30/6، بعدين قام المؤتمر بتمديده ل 30/9. بعد 30/9 يعني تواصلت مع مسؤولين في الحكومه وعلى اساس ان هل موجود الدعم من عدمه، فقالوا احنا حاولنا نمد الدعم ل 31/12 لكن ما حصلناش السيوله ان احنا نقدر نغطوا هالعجز اللي موجود على الصندوق اللي يطالب به. طبعا ان شاء الله ربي يكون في عونه حتى الصندوق، حتى هم مبدلين ما في وسعهم، لكن انا هني نعطيك تو هني صاحب مطحن نعطيك بقيمه 200 مليون 300 مليون 400 مليون، انت ما فيش تجاوب ما تعطينيش حتى ربع القيمه، فمضطر اني نوقف. نعم وضحت الفكره. سيد الدكتور صفاء ارجلك، الدكتور نوري، ما هي الاسباب الحقيقيه التي ادت الى ارتفاع سعر الدقيق والخبز في الوقت الحالي؟ هو في الواقع انظر الاقتصاد بصورة عامة، مش اليوم فقط، حتى 10 سنين التالي، فتلاقي المشكلة متراكمة، وكان سببها هو الدعم. هذا مشكلة الدعم هو لا عيب في الاقتصاد لما يكون الدعم يعني لأجل المصلحة ولأجل فترة مؤقتة معينة تنجو بها الاقتصاد. أما يبدأ الدعم مزمن، حتى أن يبدأ مرض مزمن ما عادش تقدر تنحب كل زي ما حصل عندنا، هذه كارثة. فلذلك الدعم عندنا في يعني أنت وصل لمستوى يبدأ كأن شيلانا صعب جدا. يعني أنت الآن تقول أن الأزمة الموجودة الآن أزمة الخبز هي أزمة مرض مزمن لا يمكن علاجه؟ لا يمكن علاجه، لا ما قلت لا يمكن، يمكن علاجه جراحيا بعدين مش مشكلة، لكن وهي جراحية مرات بالتورة، ما التورة هي عملية جراحية، لكن نقصد جراحيا في الاقتصاد. إذن الثورة على من؟ من هي الجهات التي لابد أن يقام عليها الثورة حتى ترفع هذه الأزمة؟ في إعادة التنظيم مش إعادة الفوضى. الثورة احنا اللي مشينا فيها إعادة الفوضى، احنا في حاجة إلى إعادة التنظيم، نديره تنظيم. وزارة الاقتصاد هي المسؤولة الأولى في تنظيم الحاجات اللي كنت تحكي عليها، حتى بالنسبة للمادة وجودها في البلد وتوفيرها لازم أن يكون عندي مؤسسات، زي ما كان عندنا مؤسسة تموينية تستطيع بين عشية وضحاها تدير برقية وتطلب ما تريد، الآن مش موجود. أو قبل كان عندنا تجار كتير حتى تجار صغار. كيف لو غير موجودين الآن وزارة المالية ووزارة الاقتصاد تعمل والجهات التابعة لها تعمل؟ أمامك أنت، أمامي أنا لا، لا يعملوا، لأني ما نشوفش الاقتصاد ماشي كويس. وهذه الأرقام وهذه الإحصاءات وهذه المتابعات وهذه الإحصاءات القديمة وين؟ الإحصاءات الجديدة ماشية للتالي. تمام، خلينا أقول لك، أنت تعال تو نجود الرقم القياسي. نجوني نقول المواد الغذائية هي أكبر وحدة التضخم زايد فيها. شوف مثلا لو نبدأ من سنة 11 تلاقي الزيادة في المواد الغذائية 16.3%، سنة 12 نقصت، لأن سنة 12 كانت النفط ينباع على كيف والتجار نشطوا وكل واحد يجيب بضاعة باش يربح، حتى التجارة وفي البعض منهم جشعين، لكن ومع هذا الأسعار انخفضت. نعم، سوف أرجع لهذه الأرقام، ولكن بعد دكتور لكن بعد هذا الاتصال مع العقيد عبد العزيز الغرياني مدير إدارة الحرس البلدي طرابلس الكبرى.
الأستاذ العقيد عبد العزيز، هناك اتهامات توجه إليكم بأنكم لا تقومون بعملكم من خلال المتابعة والمراقبة لعملية الدقيق والخبز. السلام عليكم. وعليكم السلام. نحيي دعاتكم ونشكر الشعب المشاهد في كل مكان. بالنسبة لموضوع الخبز السيدي، في حلقة مفقودة في توزيع الدقيق وفي المراقبة عليه، وفي عدة لقاءات قلنا الكلام هذا، قلنا بالنسبة لي لوزارة الاقتصاد وصندوق الموازنة في حلقة مفقودة بينه وبين الحرس البلدي في التوزيع، لأن الحرس البلدي هو أدرى بالمخابز اللي تشتغل واللي ما تشتغلش، ولكن للأسف أن الحرس البلدي مغيب لأن المخابز تأخذ في الدقيق واللي ما تأخذش في الدقيق. عدة أحصائيات مثل في طرابلس الكبرى، ونجي نلقى مثل المخابز عندها بالمئات واللي تشتغل، معناه فرق شاسع بينها تلقى 100-150 مخبز إن مقفل وإن ساحبين من الدقيق. ولهذا كلمنا عدة مخاطبات، نقولوا يا وزارة الاقتصاد ويا صندوق الموزعة، وانا في اخر حاجة انشأت حرس بلدي في وزارة الاقتصاد، كل اللي تقارب بين الحرس البلدي وبالنحو الحلقة المفقودة اللي بين الاقتصاد وبين الحرس البلدي، بنجي للتسفيرة وبنجي حتى للمواطن مساهم فيها عدة لقاءات للمواطن. انت يا مواطن انت غلبان، وياخذوا في قوتك اي تسعيرة، جي مراكز الحرس البلدي موجود في كل مكان، وما فيش مواطن يفتح محضر ولا يجي يبلغ على ان فيه زياده في الاسعار وما تتخذش ضد الاجراءات. قمنا ببعض حاله قضايا من مراكز بالذات في طرابلس اللي في الجمعه وفي حي الاندلس وفي بوسليم، حولين عده قضايا اسعار. لكن المشكله ان احنا اذا بنطبقوا القانون غدوا على الاسعار كلها ولا على المخابز كلها حتصير ضايقة، لأن المخابز أكثرها الإنسان يبي خبزة، وأنا في حال بنحول قضية وتتسكر 5 أيام وسبع أيام وثمان أيام، وفي حال بنحول قضية لمخبز لازم يمر القانون على جميع المخابز، مستحيل واحد بنحوله إن أنا اليوم نحسب بقضية أسعار والتاني قاعد يبيع في جنبه، لازم يطبق على القانون لأن مواطنين سواسية. السيد عبد العزيز، السيد عبد العزيز، إذا تحمل من هي الجهة المسؤولة في تفاقم هذه الأزمة في ظل أنكم أنتم الآن تنصلتم من مسؤوليتكم؟ نفس مسؤوليتي أنا في حالي إذا بطبق القانون، لأن عندي قرار 525 صادر 2010 للشعبية الاقتصاد سابقا، دعنا رغيف الخبز 100 غرام بقرشين ونفس والميتين غرام بخمس قروش، أكثر من المواصفات هذه غير مسموح في الدولة الليبية، وما فيش وزارة الاقتصاد اليوم 4 سنوات طلعت تسعيرة جديدة ولا قالت يا حرس البلد جبت لنا قرار جديد، قاعدين يتمشوا على القرار هو، وخلاف القرار هو يتحول أي إنسان للقضاء بيتحكم عليه، لكن في من اللي يتوهم ويقول لك أنا شاري الدقيق من برا من السوق السوداء، انا مش ملزم باش اني انا نشجع الجشع ونشجع الطمع. انت يا انسان يا مواطن يا صاحب المخبز عندك دقيق نسبه معينه نقصها عليك، شوف برنامجك، الظاهر قدام الوزاره، اشكي في الجهات المسؤوله، لكن انا المواطن لازم يوصل الرغيف نتاع 100 غرام بقرشين ونص ونتاع 200 غرام بخمسه قروش. يعني احنا في المتداول الليبي نقولوا 10 بنينات بربع جنيه والخمس فردات الطوال بربع دينار، وهذه المواصفات اللي عندنا، وهذا اخر قرار صادر في 2010 رقم 525. خلافا لذلك انا بنوجه التهامي لكل وزاره الاقتصاد ان هي اللي تشوف وتدير تسعيره جديده اللي تنسق بها بين الحاضر والمستقبل. سيد جمال، كيف ترد على ذلك؟ يا استاذ عبد العزيز، بالنسبه للتسعيره اللي تحكي فيها، هذه تسعيره كيف يبدا الخباز واخذ الدقيق مدعوم، لكن هاي بالنسبه للفاتوره هي ب 76 دينار القنطار، هو كتر خيره. ممكن تعرض الفاتوره؟ تفضل تفضل. كتر خيره هو الخباز اللي خدم بالمبادره ومشي خديه على عاتقه. شنو هذه فاتوره؟ هذه فاتوره الدقيق. نعم. اللي نشتغلوا بها. نعم. هذا هو مصنع شركة وادي الربيع للدقيق ومشتقاته. فنحكي لك أنت كيف بتطبق تسعيرة ولا بتطبق أي قانون على أي مواطن، تعطيه حقوقه بعدين تطلب منه الواجبات. لكن أنت تبي تحمل المسؤولية، تقول لي غدوة سكروا المخابز كلهم، احنا مستعدين نسكروا، وتحمل أنت المسؤولية، نقعد من غير خبزة من تاني يوم. لكن بالنسبة للمخازن حتى كيس ما فيهاش، وانا عندي فاتورة للأسف الشديد ما جبتهاش معي، والله ما تذكرتها، الشهر 9
550 كيس دقيق اللي هي نص الكمية ما توفرتش وما حصلتهاش ما خدتهاش، مع أن حزونا يوم 22/9 وما تمكناش أن ناخده وكنا ناخده بسوق السودة وساكتين، لكن توا خدينا من 63 ل76 22 ضعف. الخبزة هي ما زادتش 22 ضعف، هو الخبزة كان بنحاسبهم مزبوط احنا للاخوت المواطنين. والله والله الخباز لعلمك الشخصي القنطار، واحد من الاخوة في المقدمة قال تكلفة القنطار 75 وعندهم هامش ربح 20 دينار، لعلمك ان القنطار يجيب 131 دينار بعد خصم المصاريف اللي هو عندك الايجار والعمال والخميرة والمصاريف التابتة زي عمل النظافة زي عمل البياع زي البورزات زي الغاز زي الضرائب زي الصيانة زي النافطة، 131 دينار هذا يبيعها هو، والتكلفة تجي 138. علاش؟ لأنه يبيع في 4-5 قناطر، كيف يجي تقسم أنت عندك 100 دينار إيجار تقسم على الخمسة قناطر يطلع لك 20 دينار على القنطار الواحد. فبالنسبة للاتهامات نعم. ان كون المخابز مقصرين في حقهم وان احنا ناخده في الدقيق ونخنبه وتدليس على المواطن، هذا ما يمشيش. لازم نبينه للمواطن البسيط ان ما فيش دعم وان المخابز هذا ما يفتحوا من اجل المواطن ومن اجل توفير الخبز لابني وابنك. نعم وضحت الفكرة سيد أيوة. سيد جمال. سيد العزيز قال لك سيد جمال المخابز يشتغلوا في ظروف صعبة جدا وهناك أزمة حقيقية ويتعاملوا معها بكل حنكة وبحسب الظروف اللي موجودة عندهم، فانتوا ما تحملوهمش فوق الطاقة. كيف ترد؟ يبدو أن السيد عبد العزيز انقطع الاتصال معه. السيد دكتور محمد، هنا بشأن استيراد الحبوب من الخارج، من هي الجهة التي تقوم باستيراد تلك؟ نوري ولا محمد؟ الدكتور نوري، آسف جدا دكتور. سمع الدكتور محمد، هنا بالنسبة للجهة التي تقوم باستيراد الحبوب من الخارج، من هي الجهة التي تقوم بذلك؟ وهناك اتهامات لصندوق موازنة الأسعار بأنه هو من يحتكر ذلك. أنا قلت لك صورة إجمالية على أساس ماكرو الاقتصاد. نعم أعطي الفرصة للدكتور. أنا توا من بيش نتكلم من يعني يستورد ومني كذا وكذا. ناحية تنظيمية الاقتصاد مسؤولة على هذا الشريان، مادام احنا انتاجنا ما يسدناش يبدأ في هذه الحاجة بنستورد. الاقتصاد مسؤولة على بناء هالمؤسسات وهالجهات اللي هي تستورد وتنظم لها وتدير لها قوانين كيف يكون السوق فعالة ما تخليش تتوقف. من ضمنها كان عندنا مؤسسة تموينية كبيرة وكانت محتكرة، هذه يجب ندير بدالها شركة تانية، مادام بنوقفها ندير شركة تانية تجارية يقوم بها التجار بروحهم على أساس قطاع خاص أو مختلط دولة وغيرها، عشان دولة تبدأ لها المراقبة. وأنا هذا اللي أحبذه، لازم نكون عندنا مؤسسة الدولة تشرف عليها حتى معنويا، يعني مش يخلوها القطاع الخاص هيك يتصرفوا زي ما يبوا. الاقتصاد مسؤولة في هذا. الدقيق قداش يلزمنا؟ ما كان معروف قداش عندنا 6 مليون، قداش ياخذوا؟ لما كان مدعم كان الثلث يمشي برا. نعم باهي توا لما تديرها بسومة وتعطيه له دخل. احنا الاقتصاديين قداش قلنا من زمان الدعم يا جماعه منين كان بسيط متاع مليون ومليونين، توزعوهم على الناس رواتب زياده في الراتب وخلاص وينتهي ونمشوا للسوق. كنا يبدا حتى زمان قبل الثوره، قبل قصدي ثورة معمر، كان التجار لأفراد. أنا نذكر يعني الحاج صيد بوشحالة كان يجيب في شيء بسيط الدقيق، عنده دكان يقول يحمل يعني متاع ما يجيبش حتى 100 طن يمكن في السنة ويبيعه، ولكن كان متوفر الدقيق لأن كانوا تجار كثير ومنافسين. نعم. ويستوردوا. الآن لا، الآن مؤسسة. وضحت الفكرة دكتور. أنتقل بسؤالي إلى السيد حمدي. السيد حمدي، هناك اتهامات عديدة لصندوق الموازنة أو موازنة الأسعار بأنه هو المحتكر لاستيراد الحبوب من خارج البلاد، وبالتالي تكون أزمة الدقيق أزمة طاحنة. ما صحة هذه المقولة؟ في الحقيقة في هذه المشكلة، هذه مشكلة الدقيق
وتعتبر سلعة دقيق من السلع الهامة المهمة لمعيشة المواطن. ولا نستطيع أن نلقي التهمة على صندوق موازنة الأسعار بمفرده، نظرا لأن هذه الإدارة قد أوكلها المجتمع بأن هي تحافظ على استقرار الأسعار فيما يتعلق بالدقيق وبعض السلع المعدومة الأخرى مثل السميد والطماطم والزيت وغيرها والسكر وغيرها. فأنا نستطيع أن نلقي عليها الاتهام وحدة، لأن أيضا هي تعاني من نقص السيولة في مصرف ليبيا وارتفاع الأسعار العالمية أيضا في أسعار الدقيق. لكن المشكلة بالتأكيد يدخل فيها عدة أطراف من ضمن التقرير اللي ثلاثة حضرتكم، هو تعرض للمشكلة بأبعادها المختلفة وهذه حقيقة. المشكلة تدخل فيها وزارة الاقتصاد، يدخل فيها الحرس البلدي والمأمورين ضبط القضايا، يدخل فيها أصحاب المخابز، يدخل فيها الكهرباء، يدخل فيها العمالة، تدخل فيها عدة جهات، النيابة أيضا تدخل فيها، وأيضا يدخل فيها المواطن الصغير أيضا، حتى المواطن يتحمل عبء مسؤولية الأخطاء التي تواجه المخابز. هذه حقيقة. كان يقع العبء على إدارة صندوق موازنة الأسعار ربما لأنه هو المسؤول عن الاستيراد وعن التوزيع، هذه طبعا هذه مسؤوليته. النقطة الرئيسية أعتقد اللي هي جزء من الحل، ننتقل إلى جزء من الحل في هذه المشكلة، وهو أن أصدر المؤتمر الوطني العام من 2013 بأن على الحكومة في خلال 8 شهور تقدم خطة في إلغاء الدعم السلعي واستبداله بالنقد. وحتى الآن لم تكن خطة واضحة بشكل واضح وصريح. ربما صندوق موازنة الأسعار أخذ مجموعة من الخطوات في إلغاء الدعم. هناك طبعا زي ما ذكر أحد المشاركين وهو أن تم التأجيل لنهاية السنة بأن يلغى الدعم السلعي وتحول الدعم النقدي. أعتقد هذا نوع من الحل، ولكن بشرط طبعا، بشرط وهو مراقبة الدولة، وأن يكون للدولة دور مهم ورئيسي في متابعة المخابز، متابعة الأسعار. أيضا نقطة أخرى مهمة أيضا في العلاج، وهي وجود كل الأطراف ذات العلاقة في اجتماعات مشتركة. هذه نقطة مهمة جدا لكي يتم حل المشاكل من هذا النوع. ضروري من الاجتماعات بين وزارة الاقتصاد، صندوق مراقبة الأسعار، مندوب عن مصرف ليبيا، الحرس البلدي وأصحاب المصلحة. أيضا من المهم جدا أن يشاركوا في مثل هذه الاجتماعات وهو أصحاب المخابز أو منظمات المجتمع المدني المعنية بهذه المسائل. هذه الاجتماعات هي التي تظهر مشاكل حقيقية ووضع الحلول لها بشكل حقيقي وملموس في وضع هذه المشاكل التي تواجه المواطن. طبعا نعم سيد حمدي، وضعت الفكرة. نعم وضعت الفكرة. أنتقل إلى سيد العقيد عبد العزيز الغرياني. كان هناك اتهامات وجهها لسيد جمال التركي بأنهم يشتغلون في ظروف صعبة جدا، وأنهم يعملون وفق المتاح إليهم، وأن الحرس البلدي يقوم بإجراءات حاسمة، وهناك تضييق من قبل الحرس البلدي على حركة عمل المخابز. شوف يا سيدي، أهلا سيدي. نعم نحن معك، أنت في الاستماع سيد عبد العزيز، تفضل. بالنسبة طبعا جهاز الحرس البلدي هذا عن صفة مامور ضبط القضاني، وما عمرش يكون حاكم وخصم في نفس الوقت. يقول لي أنا منطقة دقيقة مكلف لي 130 ولا 140 دينار، أنا مش مسؤول عليه، أنا نمشي بقوانين ولوائح. الوزارة هي اللي تعرف إن فيه إيجار بدل كان سياري وطفاء 30 دينار زي وطفاء بنية يجدهم في الأسعار بدل الدقيق كان كذا. هذه مش مسؤوليتنا احنا، مش مسؤولية الحرس البلدي. مسؤولية الحرس البلدي إن احنا لو ما راعوش المواطن ونراعوا في الشارع الليبي وكلهم اخوتنا واحنا كنا ليبيين وكنا نشوف في الوضع، وباقي لو بنطبق القانون كحرس بلدي وانا تتهمني بالتقصير، اذا انا ما مشيش عليا واخد ب 120 ب 130 شرع لي انت يا وزاره الاقتصاد وانت حق التسعيره، وانا بنطبق التسعيره اكثر منها. انا ما نقدرش اجتماعيا او كان معاك انا كشارع وكان مواطن وكان حتى نفس الاسعار، بما اني انا ودينا نفس السعر بما يخدم المواطن الليبي. لكن الحل هذا عندنا عند وزاره الاقتصاد، هي اللي تغير. مش شرط تواجد الخبز يبقى شهر ونص، لا تعدلها حتى 10 قروش، لكن انا اجي تسعيرك اجي حرس بلدي وانا نوزعها وتمشي ونطبق القانون ونطبق النظام. لكن حاليا انا عندي اخر تسعيره تقول فيه مواصفات الخبزه 100 جرام بقرشين ونص و200 جرام ب 5 قروش، وانت وزاره الاقتصاد ما جبتلي تسعيره جديده وما راعيتيش الشعب الليل وما راعيتيش المواطن وما راعيتيش الظروف وما راعيتيش صاحب المخابز. انا مش مسؤول عليها، بس بنكون انا بنجامل في تطبيق القانون. يعني ما فيش قانون بيمشي معايا ماشي معي مستلم. نعم سيد جمال قال لك انا عندي عباره عن قوانين لازم نطبقها،
هناك تلاعب وهناك احتيال من قبل اصحاب المخابز، لابد ان احنا كحرس بلدي لابد ان نواجهه بقوه. لا انا طبعا ما نقبلهاش كلمه احتيال. وبالنسبه للاستاذ عبد العزيز كلامه صحيح، ان مفروض انا مشيت لمراقبه طرابلس اقتصاد طرابلس وقلت لهم لازم تديروا آلية بحيث إنه شنو لو لغية الدعم. طبعا هو احنا توا اللي قاعد اللغط اللي موجود حتى اللي في الحلقة هدية انا قاعد ندوي إنه في عدم وجود الدعم. لو موجود اعطوه الدعم اعطوه دقيق خلاص انحلت المشكلة وترجع المياه لمجاريها وترجع التسعيرة لو ما فيش مشكلة. لكن احنا توا قاعدين حضرتك تو قلت ان بالنسبه لصندوق الموازنه هو محتكر الحبوب، وهذا غلط معليش سامحني، لان الحبوب هم يستوردوا فيه بالنسبه للمطاحن بروحهم، وبالنسبه لصندوق الموازنه يشري فيهم في دقيق، يشري في دقيق ويجيب فيه للمخبز، فما عندهاش لا احتكار لا عنده واحد الصندوق. الصندوق عباره عن شنو؟ مخزن. جبت له دقيق سلم لك، ما جبت لهش دقيق ما سلم لكش. الحاجه الثانيه انا كخباز من بكره احنا مستعدين الخبازه من بكره باكم تقولوا احنا بنستغنوا والله بنديروا تو الملايين في الحف الطين. والله ما في خباز، انا متاكد من الكلام اللي نقول فيه وعلى عاتقي. انا واحد من المخابز، انا كنت شهرين مسكر، انا من 3 ايام فتحت بس. والله 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 بالنسبه للمخبزي حوالي من 100 لل 70 لل 80 دينار في اليوم خساره. وقلنا نقولوا بالك بكره تكون احسن. لكن توا بالنسبه للاستاذ عبد العزيز، ماذا بينا احنا غدوه تحرك الحرس البلدي ونسكروا المخابز كلهم باش يديروا حل، يا داروا حل يا قعمزنا في حياشنا. وفي بعض المخابز كان نقول لك ثلث ارباع المخابز حيبيعوا مخابزهم وما فيش داعي للشغل. الشيء الثاني احنا اللي بنطرقوا له معلش نعم سوف نترك، بس تفضل. نرجع للسيد السيد عبد العزيز. السيد عبد العزيز، الدقيق الذي يباع في السوق السوداء في السوق الموازيه اللي يسموه فيه بالسوق السوداء، من هي الجهات اللي تبيع فيه الدقيق بحيث انه يرتفع بشكل هذا؟ وانتم اين هو الدور الحرس البلدي في من يبيع الدقيق للسوق السوداء؟ سيدي بالله نقطه واحده اللي تسمعها هي، انا اتمنى من وزاره الاقتصاد ونتمنى من السيد جمال المخابز الفتره هذه يلغوا الخبيث، لان احنا هم مالحينهم تراخيص عن الخبز والخبيث. جميع المحلات في الخبيث مسيب الخبز يديروا في الدريوش، يديروا في الباص، يديروا في كذا، يديروا في البيت، يديروا في كذا. نبي انا اليوم انا هيك قدام على مره الشعب الليبي كله، نبي انا وزاره الاقتصاد والمخابز ونقابه المخابز تقول احنا الليبيين الانسان في فتره صعبه نبوا نحي الخبيث، نبوا بريوش، نبوا باصي، نبوا كل مخبز يخدم الخبز فترة معينة بعدين يرجعوا له. لا فهمت قصدي. لكن هو في ساعتين خبزة وعشر ساعات دريوش وخبزة دينار وبلس دينار وخمسة دينار بالبصل بالفجل بالسرفيني كل تعرف الوقع وكل ربح سريع. مراجع. فهم انه مش دقيق مش مدعوم. والمواطن اللي تورى فرقة خبزة ووعد لي في الخبيز ولا الخبيز. نعم. معي سيد نعم معك سيد العزيز. تعطيك سيد جمال انت وسيد يا استاذ عبد العزيز لحظه سيد عبد العزيز يرد عليك سيد جمال في نقطه. يا استاذ عبد العزيز انا نبي يكتفى منا هو ما فيش دعم الدقيق اللي ناخده فيه من المطحن طول بسعر الفاتوره جبتها لك بسعر 78 دينار 76 دينار 77 دينار ونص يوصلك للمخبز اللي هو القنطار اللي كان ب 3.60 جنيه. انت كان افصل الخط عليه. اذا كان انت بتقول لي معاش تشتغل خلاص ناخذوه على عاتقك وغدوه نكلموا المخبازة كل معاش يسحبوا من المطاعن وخل تسكر المخابز، لان المخازن ما عندهاش ما اعطوناش. بالنسبة دقيق مدعوم غير موجود افهموها. اذا كان فيه او مسؤول تو يسمع فيه يطلع لي يقول لي والله فيه دقيق مدعوم واحنا نعطي فيكم ونين نتحمل المسؤوليه. والله ما تعلقوني لها في مدى الشهادة تو. سيد عبد العزيز وجه اتهامات لوزاره الاقتصاد. لا الاقتصاد نقول لك، ما احنا خلي نفهموكم سامحوني في التعبير هذا، لكن خلينا نتفاهموا مع بعض ان فعلا المسؤوله الاساسيه وزاره الاقتصاد. وزاره الاقتصاد الطالب في الحكومه بدفع المستحقات للمطاحن. ارد معنا سيد عبد العزيز. سيد عبد العزيز انت على الهاتف، ممكن ترد على سيد جمال قال لك الخبز غير مدعوم. يا سيدي الخبز غير الخبز انا في من المخابز فهمتني
في من الناس الخير، في من الناس الخير حاليا غدوه بعد غدوه في مخبز قدام الجوازات الشارع السليم قاعد يبيع في العشره بربع لاني خاف ربي. انت كيف يخاف ربي يا استاذ عبد العزيز؟ معليش اتهامات باطله ما نبيهاش هنا راهو. يخاف ربي انت كيف يخاف ربي؟ كيف تعطيني دقيق؟ لكن انا نشري فيه من المطحن وتقول لي تخاف ربي يطلعوا فينا مخانب؟ هذا هو الكلام اللي غير مطلوب. انا نتهم المسؤول من المسؤول والمسؤول يتهم المواطن والمواطن يرجع لي انا؟ الكلام هذا غير صحيح. انا والله جيت للقناه باش نبين للمواطن البسيط ان ما فيش دعم، والكلام اللي يقولكم فيه هذا ان فيه دعم اتحدى اي مسؤول في الدوله يطلع او على الملا تو يقول انني اعطيت شكاره دقيق لاي مخبز في ليبيا جلها كامله مع بعضها. فاحني بالنسبه المشكله في مصراته، في طرابلس، في زليطن، في ترونه. الحاجه الثانيه تو احنا يا سيدي نفترض ان شالوه الدعم، خلاص شالوه ما عادش في دعم. احنا تو عندنا مشكله، عندنا هنا مطاحن في طرابلس وممكن نجيبوا الدقيق ونشتغلوا. خلاص نفس المجال السيد عبد العزيز. السيد عبد العزيز ممكن ترد، قال لك الان حكى لك السيد جمال. يا سيدي رشوف، يا سيدي رشوف، يا سيدي تفضل. الاسبوع اللي قبل الماضي دعمنا مخازن في جهه بين الكريميه وبين السراج يكيشف الدقيق، الدقيق منين يجي؟ يكيشف الارز، يكيشف الزيت، الزيت اللي جايبينه من اسبانيا في براميل نتاع 100 لتر ويصبوا فيه هذا في براميل 20، يقول لك هذا ليبيا، هذا من سلات، هذا من غديان، هذا من كذا. اراه فيه انا يعني ما تمشي باسمده، لكن فيه هيدي سودة، فيه هيدي هذا لا شك انه فيه، لكن احكي لك انه مش موجود الدعم. حاجه واحده، اهل لك هذا مش هذا، وزاره الاقتصاد هي تغير تسعيره، تقول يا ناس راه ودي هذا مش مدعوم، والناس هذا كذا، وفي نقل وفي عمال وعماله ناس وكذا، يا حارس البلد يسال اني باب السيد عبد العزيز. السيد عبد العزيز، السيد عبد العزيز، السيد جمال، ولا نقتنع باي برنامج؟ عفوا عفوا سيد عبد العزيز، عفوا تسمع فيه سيد عبد العزيز، السيد عبد العزيز، السيد جمال هو على نعم. السيد جمال قال لك على سبيل التحدي أتحدى أي مسؤول في وزارة الاقتصاد قال وقدم دعم للمخابز اللي جمعت المخابز. أنا ماني ما كذبش الأستاذ جمال، والأستاذ جمال محبوب، لكن أنا كمأمور ضبط قضائي ما عنديش حاجة كتابية اللي بنمشي فيها عليه، تبوني نمشي شي مليون ونسيب القانون. بالنسبة لي صدق الفرصة يخلي مسؤوليته، بالنسبة لي يخلي مسؤوليته، لكن أنا كمطبق القانون اي مخبز ان شاء الله واخذ ب 170 دينار القنطار، انا بنطبق القانون برفع التسعيره الاولى بنقطعها محضر ونحاول للنيابه، والنيابه والله ما يصير جاسه ولا ما يحكم القاضي، هذا الصراحه. نعم. القانون القانون ما فيش ما فيش ما يلغيش الرئيس. ايه هي الابتعاد عن المشكله. احنا الصلاحيه لا 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 مش مدعوم. يا استاذ عبد العزيز، استاذ عبد انت باستطاعتك تراسل الاقتصاد وتراسل الصندوق وتقول لهم هل انت تعطوا في دقيق للمخابز ولا ما تعطوش؟ وعلى ضوء هدايا تقدر تتصرف. نعم السيد عبد العزيز الغرياني، السيد عبد العزيز وضحت الفكره. شكرا لك سيد عبد العزيز، افسحنا لك المجال وشكرا على ايضاح الفكره بتاعتك. الان ننتقل الى السيد حمدي الحويس. المؤتمر الوطني العام اتخذ قرار برفع عملية الدعم، متى سينفذ هذه الخطوة من قبل المؤتمر الوطني، وهل هذه الخطوة هي صح في الاتجاه الصحيح؟ طبعا زي ما ذكرت ان هو ذكر في القانون هناك نص صريح يلزم الحكومة بان هي تقدم الخطط التي تكفل لغاء سياسة الدعم السرعي والسدالة وبالدعم النقدي. في نفس الوقت بالنسبة لهذا الموضوع لقى قبول شعبي كبير من الرأي العام الليبي، تلقى هذا الموضوع بترحاب، لم يكن هناك معارضة أو رفض بأن يتم الاستبدال الدعم السرعي بدلا عنه بالنقدي. طبعا هذه السياسة كما ذكرت أكيد أن قطاع معين من الشعب الليبي سوف يتضرر من هذه السياسة، ولكن بشكل عام يبدو أن هي لقت قبول، لم نجد منها معارضة أو رفض لهذه السياسة. هذه النقطة الأولى. النقطة الرئيسية في هذه المسألة، نحن نلاحظ أن هناك تضارب واضح في السياسات وتضارب في طريقة التفكير ما بين أو في الإجراءات، في نفس الشيء ما بين أصحاب المخابز، ما بين الحرس البلدي، ما بين وزارة الاقتصاد، ما بين هناك تضارب واضح في الإجراءات. لماذا هذا التضارب في هذه المرحلة التي نعيشها الآن؟ لأنه هو بضعف الدولة وفي تضارب الأسعار، لأن كل حد فعلا متضرر. لو كان تشوف أنت
كلها متضررة. فبالمخبز واضح أنه هو متضرر، المواطن متضرر، وزارة الاقتصاد مش قادرة تأخذ قرار نتيجة لأن إدارة صندوق موازنة الأسعار ما تعطيش في الدقيق بشكل كافي أو مناسب، ممكن تعطي في كميات بسيطة غير كافية، وهكذا نجد أن الجميع متضرر. فما يتعلق بالنسبة للسؤال، وضحت الفكرة للأسف، لم يبقى لدي كثير من الوقت. أنتقل إلى الدكتور نوري. كلمة أخيرة دكتور نوري في هذه الأزمة. أنا بقول لك على أساس المشكلة ليس فيما نقصنا. المشكلة عندنا ثلاث مشاكل متراكمة في الاقتصاد. المشكلة الأولى كيف نحافظ على توفر السلعة في السوق، يا إما مؤسسة كويسة يا إما تعملوا جمعية تعاونية مركزية تجيب للكل مواد غذائية بالذات. هذه المشكلة الأولى نخلصها، وهذه عند الاقتصاد. المشكلة الثانية وجود الدعم، وهذا حلوه لكن ينفذوا. حتى القرار متاع المؤتمر الأخير اللي حلوه كويس واللي ذلوه غير وزعوا 50 دينار، نحوا المواد ما عاش فيه، الجمعيات ما تمشي لها ما فيهاش من عامين تو من 14. وين إذا وين الدعم؟ حتى بتعطيني تو راضي لكن ما هناش. هذه المشكلة تنحل. المشكلة الثالثة العمالة، المشكلة الثالثة العمالة، ما أعطتني شيء قبل. نعم ترى نحاسب بعدين، حاسبني سوف أفصل لك المجال في وقت. المشكلة العمالة، مشكلة العمالة موجودة، هذه متركبة من زمان، والاقتصاد يجب أن يفرض حتى على الخباز ما يديرش مصنع للخباز ولا شيء إلا ما يكون عنده نفس عمالة. نعم وضحت. عنده 10 ما يجيب 10 كلهم مصريين، وضحت. أخل عنده 5 ليبيين. نعم. كان ما عنداش يصغر المخبز متاعه. نعم. باش نضغط عليهم. نعم. لأن بعدين تصبح مشكلة، يصبح ليبيا عبارة عن مستشفى والأطباء والممرضون كلهم أجانب، أنتم قاعدين وتاكلوا بس. قلنا بنقول حتى الثاني. وضحت الفكرة دكتور نوري. كلمة أخيرة سيد جمال في أقل من دقيقة. إن شاء الله. بالنسبة لي يعني نتمنى طبعا من دور الحكومة والمؤتمر ومصرف ليبيا حتى ومن بعداش من الـ من الـ من الواحد وديوان المحاسبة اللي غير يطارد في محاربة الفساد. محاربة الفساد هي العملية هنبوش ندوة توا، لكن نقول لك نبي يخاف الله فينا وفي المواطن البسيط ان يشيلوا هالمعاناة من كاهل المواطن، والله معد تحمل. وفي نفس الوقت أنا كمواطن بسيط نقول مش وقت شيل الدعم، مش وقت شيل الدعم. وفي العالم الثالث ككل، في العالم الثالث ككل لن ولم تنجح فكرة شيل الدعم. نعم. شكرا. لا يسعنا في نهاية هذه الحلقة إلا نشكر ضيوفي في الاستوديو، الدكتور نوري بروين الخبير الاقتصادي، وكذلك سيد جمال تركي وهو صاحب مخبز، وكذلك كان معنا عبر الهاتف العقيد عبد العزيز الغرياني مدير إدارة الحرس البلدي طرابلس الكبرى، وكذلك عبر الهاتف حمدي حويس وهو مدير منتدى بنغازي الاقتصادي. والشكر موصول إليكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم لنا، نلتقي بكم في لقاءات أخرى، دمتم في رعاية الله، السلام عليكم.